سال الحب طولت الغيبة علينا ياك ما نسيتنا انت اللي وعدتنا تجينا وتسوي فينا ما سمعنا عليك اخبار خليتنا بالدموع في عينينا هجرتي اخوتي الدار الاقل من جنال فرنسا عندنا وكاين ما شاء الله واحد الجالية كبيرة مغربية وعربية الحرة مغربية فالأخ كمال كمال يعني قام بواحد مجهود جبار كبير باش يجمع واحد مجموعة هائلة ديال الفنانين من موسيقيين وممثلين وممثلات إلى آخره فاللي جاو باش يديروا هذه الحملة للتعريف أكثر بالثقافة المغربية. الثقافة المغربية يعني معروفة من زمان كبير لكن مع الأسف كسائر بعض الدول بدأت هذه الأشياء كتمشي بدأت كيمشي كتضمحل ولكن كتضعف وذلك لأسباب من جملتها أنه العالم تغير تغير بواحد السرعة خارقة للعادة يعني الاختراعات الجديدة وعلى رأسهم الانترنت وهذه الأشياء خلت الإنسان كي بعد شوية من الثقافة ولي كيقول الإنسان ثقافة تيقول العاطفة ولي تيقول العاطفة تيقول العائلة ولي تيقول يعني كثير من الأشياء كتجي مع بعضها